رحيم، النهاردة هنتكلم برضو على الدرس الأول في التعبيرات اللغوية. يعني ما بنترجمش الكلمة جملة كلمة كلمة، عشان لو ترجمناها كلمة كلمة بتبقى مختلفة المعنى بيبقى مختلف، اللي هي بتسميها idioms. أول جملة break the news، تبليغ خبر مفاجئ أو خبر سيء. هنا لو ترجمها كلمة كلمة أقول أكسر الأخبار، لا ما مش كده خالص. تاني جملة كوستس ان ارماند اليك، يعني معناها غالي جدا، يعني مش معناها تكلف الايد والرجل، لا طبعا معناها غالي جدا. كوستس ان ارماند ان اليك. تاني حاجة جملة بعد كده توب دولار، أعلى سعر. يعني في جملة تاني give me the creeps، يعني بيديني إحباط، يعني give me the creeps يعني أعطيني إحباط. جملة تانية about to go belly up، هنا معناها على وشك الإفلاس. about to go belly up، معناها على وشك الإفلاس. بعد كده save the day، مش معناها يحفظ اليوم، لا معناها ينقذ الموقف. الجملة اللي بعد كده let's face it، دعنا نواجه الموقف أو نكون واقعيين، يعني دعنا نكون إيه واقعيين، مش نواجه الموقف، معناه دعنا نكون واقعيين. real flop، فشل ذريع. real flop، real flop معناه فشل سريع. الجملة اللي بعد كده go back to the drawing board، هعيد حساباتي. go back to the drawing board معناها هعيد حساباتي. الجملة دي كلها كده على بعضها معناها هعيد حساباتي. go back to the drawing board، هعيد حساباتي. الجملة اللي بعد كده giving me the axe، giving me the axe يعني انت بتطردني او بتعطيني الاستمارة، يعني ستة زي ما بنقول كده في المصري. الجملة اللي بعد كده sharp as a tack، يعني ذكي جدا يعني وحد الذكاء. الجملة اللي بعد كده talk this over، over يعني هنتكلم، يعني مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. يعني بعد كده الجملة اللي بعد كده after all، ده بعد كل ذلك، يعني ده مش محتاجة أي كلام. no point on in، no point in معناها ملوش لازمة، الكلام في الموضوع ده no point in. بعد كده made up my mind your mind، أنا كده خدت قرار، يعني أنا خدت قرارك. made up my أو you أو أي حاجة اللي هي اللي بتتغير. بعد كده mind، make up كذا، mind بياخد قرار. ايه الجملة اللي بعد كده at least، طبعا على الأقل أو anyway على أي حال. الجملة اللي بعد كده put up with يتحمل، put up with يتحمل. الجملة اللي بعد كده did end job، did end job عمل لا فائدة منه أو عمل ملهوش لازمة. الجملة اللي بعد كده lose my temper، أنا كده قربت أفقد أعصابي، أو مش خلاص كده، أنا مش قادر أستحمل تاني أكتر من كده. lose my temper. شكرا على المشاهدة. أتمنى إن الدرس يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.